يبدو أنه زر الكارثة الذي إذا ضغط عليه ترامب كان سيطلق النووي وينهي العالم بسبب التهديدات المستمرة بالدمار النووي الذي يلوح به زعماء مثل بوتين وكيم جونغ أون. يعيش كثيرون حول العالم في حالة ذعر، يعتقدون أن إطلاق النووي متوقف على كبسة زر، وأن الزعماء يمتلكون أزرارا نووية في مكاتبهم يمكنهم الضغط عليها في أي لحظة لإطلاق الصواريخ النووية إذا تعرضوا للتهديد من دولة أخرى. المثير للدهشة أن هذا الزر الذي بقي قريبا من أصابع ترامب طيلة فترة حكمه له وظيفة أخرى مغايرة تماما لما تتوقعه، إنه مخصص لطلب مشروب كوكاكولا. فبمجرد أن يضغط عليه ترامب يأتي كبير الخدم بالكولا دايت على الفور. فالرئيس الأمريكي السابق اشتهر بولعه بالمشروبات الغازية والمأكولات السريعة، حتى أنه صمم لها زرا خاصا لسهولة الطلب في أي وقت كان. ما يثير القلق الأكبر تجاه الأسلحة النووية ليست تهديدات الزعماء بل تلك الأخطاء البشرية وأخطاء أنظمة الإنذار المبكر التي تم تطويرها أثناء الحرب الباردة، فهي تراقب الصواريخ النووية قبل وصولها إلى أهدافها، وهذا يمنح الدولة إمكانية الرد قبل تدمير أسلحتها. فبسبب تلك الأخطاء شهدنا مواقف مروعة خلال العقود القليلة الماضية كان فيها العالم على بعد خطوة واحدة من كوارث نووية عالمية بعضها يمكن وصفها بالكوميديا. فمنذ أيام كشفت تقارير إخبارية عن حادثة في آخر سبتمبر العام الماضي، حاول طيار روسي إسقاط طائرة استطلاع تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني فوق البحر الأسود، اعتقد خطأ أنه حصل على إذن بذلك. أطلق قائد المقاتلة الروسية Su-27 صاروخين على الطائرة البريطانية RC-135 ريفيت جوينت. أخطأ الصاروخان الهدف الذي كان بداخله 30 عسكرياً، ولو أصابه أحدهما لكانت العواقب مأساوية. عزى وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو ما حدث إلى عطل فني جعل الطيار يفهم أنه إذن بضرب الطائرة البريطانية، ورغم قبول وزير الدفاع البريطاني التفسير الروسي إلا أنه رسم خطا تحت الحادث. وفي عام 2010 فقد سلاح الجو الأمريكي الاتصال لمدة 45 دقيقة بخمسين صاروخا نوويا عابرا للقارات، ما جعل من المستحيل إيقاف الإطلاق الآلي للصواريخ النووية. البنتاغون أوضح أن فقد الاتصال ناجم عن خلل وليس عن تخريب متعمد، وحاول التقليل من خطورة الحادث لأنه لم يصب أحدا بضرر. في 25 من يناير 1995 أطلق فريق من العلماء النرويجيين والأمريكيين صاروخاً يسمى بلاك براند قبالة الساحل الشمالي الغربي للنرويج. حمل الصاروخ معدات علمية لدراسة الشفق القطبي الشمالي فوق أرخبيل سفالبارد، فحلق باتجاه الشمال في مسار مرتفع وصل لـ900 ميل، وهو ما يشبه صاروخ ترايدنت الذي أطلقته غواصة البحرية الأمريكية. فسرت موسكو إطلاق الصاروخ على أنه صاروخ باليستي مسلح وربما نووي. نتيجة لذلك تم وضع القوات النووية الروسية في حالة تأهب قصوى خوفا من هجوم نووي على ارتفاعات عالية قد يؤدي إلى حجب الرادار الروسي، وتم إحضار الحقيبة النووية التي تحتوي على تعليمات إطلاق القنابل الذرية إلى الرئيس بوريس يلتسين الذي كان على وشك أن يقرر شن ضربة نووية انتقامية ضد الولايات المتحدة. وبعد 5 دقائق متوترة من المداولات مع وزير دفاعه ابتعد الصاروخ عن المجال الجوي الروسي، وأصبح من الواضح أنه سيهبط خارج الأراضي الروسية. فتراجع يلتسين وألغى الضربة الانتقامية. بعد منتصف ليل 26 من سبتمبر 1983 خلال الحرب الباردة، أطلقت واشنطن 5 صواريخ باليستية عابرة للقارات على الأراضي السوفيتية، أو هكذا اعتقد أوكو
نظام الإنذار النووي الروسي، فدخل الجيش السوفيتي على الفور في حالة تأهب قصوى واستعد لشن ضربة نووية انتقامية، لكن الجنرال ستانيسلاف بيتروف أوقفهم في اللحظة الأخيرة، وهو مهندس في قوات الدفاع الجوي السوفيتي وكان مسؤولا عن نظام تلك الليلة، بعدما تبين أن الإنذار كاذب بسبب خلل في نظام الإنذار المبكر. أبقى الاتحاد السوفيتي هذا الحادث سرا إلى التسعينيات حتى كشفه قادة روس وأمريكيون لاحقا. قبل 44 عاما وبالتحديد الساعة 3 فجرا في 9 من نوفمبر 1979، استيقظ مستشار الأمن القومي زبيجينيو بريجينسكي من النوم على مكالمة هاتفية من مساعده العسكري، تم إبلاغه بأن حواسيب قيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية المعروفة باسم نوراد تفيد بأن 200 صاروخ سوفيتي قد أطلقت ضد الولايات المتحدة. وقبل دقيقة واحدة فقط من اعتزام بريجينسكي الاتصال بالرئيس جيمي كارتر لتوصيته برد انتقامي نووي فوري، جاء خبر يفيد بأن رسالة نوراد كانت إنذارا كاذبا ناتجا عن محاكاة حاسوبية لهجوم صاروخي سوفيتي تم نقله على نحو غير مفهوم إلى نظام التحذير المباشر في مقر القيادة. في 25 من أكتوبر عام 1962، لمح أحد حراس مركز الدفاع الجوي بمدينة دولوث الأمريكية شبحا غير واضح المعالم يحاول تسلق السياج حول المركز، فأطلق عليه الرصاص ثم رفع حالة التأهب خشية أن يكون ذلك جزءا من هجوم سوفيتي مدبر. وسرعان ما سمع دوي صافرات الإنذار في جميع القواعد الجوية بالمنطقة، ازداد الأمر خطورة عندما ضغط أحد العاملين في قاعدة فولكفيلد الجوية المجاورة على زر خاطئ، وبدلا من سماع التحذيرات الأمنية المعتادة سمع الطيارون صافرات الطوارئ تخبرهم بالإقلاع على الفور. سرعان ما سادت حالة من الهرج والمرج، وهرع الجميع إلى طائراتهم للإقلاع في الجو مسلحين بالأسلحة النووية، وتم تجميع لواء من طائرات مقاتلة كل منهما محملة ب4 صواريخ مدمرة تزن 800 رطل بالإضافة إلى صاروخ نووي. وعندما استقل الطيارون طائراتهم كانوا على يقين أن الحرب العالمية الثالثة قد اشتعلت. وفي النهاية اكتشف مركز الدفاع الجوي بودولوث أن المتسلل الذي يحاول تسلق السياج خفية لم يكن سوى دب أسود، فالأمر كله كان خطأ منذ البداية. لكن في قاعدة فولكفيلد لم تكن الفرقة الجوية تدرك هذا الخطأ بعد، وعندما اكتشف قائد القاعدة الخطأ تدخل مسؤول سريع البديهة وقاد شاحنة نحو مدرج الطائرات في ولاية ويسكونسين الأمريكية ومنع الطيارين من الإقلاع في آخر لحظة، ولم يكن أمامها سوى لحظات لإيقاف إقلاع الطائرة. كانت تلك الحادثة في أوج أزمة الصواريخ الكوبية وتأهب الجميع للقتال. فقبل 11 يوما من هذا الموقف التقطت طائرة تجسس صورا لصواريخ وقاذفة صواريخ وشاحنات سرية في كوبا، تدل على أن الاتحاد السوفيتي يحشد قواته لضرب أهداف في الولايات المتحدة. وكما هو معلوم كانت ضربة واحدة كفيلة بتصعيد الصراع بين الجانبين. يجب أن تبقى تلك الحوادث درسا تاريخيا يدرس للأجيال القادمة، يظهر خطورة التصاعد النووي وضرورة تجنبه بكل الوسائل الممكنة، وتذكر دائما أن السلام والحوار هما أقوى سلاح ضد الحروب والدمار، وأن العالم يجب أن يسعى دائما لحل النزاعات بطرق سلمية قبل أن يلجأ إلى العنف والتصعيد.